السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة جديدة. اليوم راح يكون موضوعنا عن الاكس راي وكيفية عملها. طبعا حتى افهمكم شلون نقدر نقرا الاكس راي لازم اشرح لكم الاكس راي نفسها او الاشعة السينية نفسها المستخدمة في التصوير الطبي هي اصلا شنو وشون تتصور هذه الصور او شلون تطلع هذه الصور، فبالتالي راح نفهم اكثر كيف ممكن نقرا هذه الصور. طبعا الأشعة السينية اكتشفها العالم ويليام رودكن سنة 1895، يعني نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. طبعا تم اكتشافها كله بعملية الصدفة. كان رودكن في هذه الفترة هناك شيء اسمه أنبوب كاثود، اللي هو عبارة عن غطاء زجاجي أو أنبوب زجاجي مفرغ بالكامل من الهواء ويحتوي على قطبين كهربائيين، واحد كاثود اللي هو سالب وواحد آنود، وطبعا بينهم سلك موصل لتيار كهربائي عالي الفولتية. فكان يريد يكتشف شنو ممكن أشعة تظهر من خلال هذا الأنبوب. طبعا هو نفس الفكرة اللي صنع من عندها الأنبوب أو صنع من عندها اللايت أو الضوء أو اللايت بولب، الضوء نفسها هي نفس الفكرة. فلما أتى بهذا الأنبوب وكان في الغرفة أو كان في مختبرة فشغله وتولد فرق جهد كهربائي عالي بين الطرفين، توتر كهربائي عالي بين الطرفين، فانتقلت الإلكترونات من الكاثود أو القطب السالب للإلكترونات السالبة إلى الآنود القطب الموجب، وبالتالي لما اصطدمت به ولدت أشعة. طبعا هو ما كان يعرف شنو هذه المسألة تصير، فكان لون أزرق يخرج من هذا أنبوب، فحاول يغطي هذا الأنبوب بصندوق أسود وأطفأ الضوء. بالمصادفة كانت هناك ورقة فلوريسنت أو فلورو فلوريسنت، ورقة متكونة من مادة الفلورو فلوريسنت، مادة فلورية بدأت تضيء باللون الأخضر لما أطفأ الضوء. فهو استغرب فظن أنه شكل المسألة أنه في أشعة تصطدم في هذه الورقة وتخليها تضيء باللون الأخضر، فشعل الضوء مرة ثانية وراح هذا اللون الأخضر. لما أطفأ الضوء رجع هذا اللون الأخضر، فطفى الأشعة السينية، ذهب اللون الأخضر، شغلها رجعت أو شغل هذا الجهاز رجع اللون الأخضر. ففهم أنه نوعا ما هناك أشعة تتكون من هذا الأنبوب أو هذا الكاثود والآنود، بالتالي تتأثر على هذه الورقة. فرغبة منه في فهم هذه الأشعة بدأ يدخل بين الأشعة السينية وبين الورقة، بدأ يدخل أجسام مختلفة لكي ينظر شنو الخصائص لها. فشاف انه لما يضع شيء معدني الصورة او انه يطلع لون اسود خلف هذا الشيء المعدني، يعني بمعنى انه الاشعة تنحجب بالكامل، ولما يضع اشياء ثانية الصورة بدت هي نفسها اي انه اللون الاخضر بده يظهر بالكامل ومدى تنحجب هذه الاشعة. فعن طريق المصادفة وضع يده بين الورقة وبين الاشعة السينية وظهرت عظام اليد، فكانت هذه اول صورة للأشعة السينية وصورة بالأشعة تؤخذ لإنسان. فكانت هذه بداية الثورة الطبية في التصوير الطبي في هذه اللحظة. طبعا بعدها أخذ جائزة نوبل لسنة 1901 واشتهر العالم ويليام روتجن. فهذه فكرة الأشعة السينية. طيب تطبيقيا شنو اللي راح يصير لما تتولد الإلكترونات من الكاثود القطب السالب المتجهة نحو الآنود القطب الموجب وتصطدم به؟ تفقد الطاقة، ولما تفقد الطاقة تفقدها على شكل حزم أشعة كهرومغناطيسية، يعني متولدة من موجة مغناطيسية وكهربائية بنفس الوقت. هذه هي الأشعة السينية. طبعا باختلاف الفولتية ممكن تتولد أشعة مختلفة مثل جاما وغيرها، لكن هنا نقصد في نطاق معين تتولد الأشعة السينية. فلما تتولد هذه الأشعة هي حال الضوء. لما أنت تضع شيء شفاف أمام الضوء وتخلي الضوء متولد مثلا لنفرض على الحائط وتضع شيء شفاف، فهذا الشيء الشفاف ما راح يحجب كثير من الضوء، راح يحجب نوعا ما شوية من الضوء، لكن ما راح يسمع بأغلب الضوء من المرور خلاله، فراح تقدر تشوف الضوء من خلفه. لكن لو وضعنا قطعة معدنية أمام الضوء فراح نشوف ظل تولد خلف الضوء، وهذا الظل يمثل الشكل المعدني اللي وضعناه لأنه حجب بالكامل الضوء المار. فنفس الشيء بالنسبة للأشعة السينية، هي هذه الأشعة لها القدرة على اختراق الأجسام لكن بقدرة مختلفة، أي كمية الاختراق راح تختلف. لو كانت كثافة الجسم عالية مثل لو وضعنا صخرة أمام الأشعة السينية راح نشوف أنه خلف أو على الصورة أو على الفيلم أو على هذا الفيلم اللي خليناه
لتسجيل الصورة راح تظهر لنا شكل الصخرة بالكامل باللون الأبيض. لكن لو وضعنا مثل قطعة قماش معينة أو شيء معين، راح نشوف أنه بالكامل اللون خرج باللون الأسود وما حجب أي شيء هذا قطعة القماش هذه. طبعا اللون الأسود واللون الأبيض هذا ناتج من شنو؟ أنه هذا الفيلم هو لونه شفاف بالأصل، لكن لما نحن نضع عليه مصدر ضوء راح يظهر لنا باللون الأبيض، فنرمز له أنه هو أصلا لونه أبيض. فهذا الفيلم لنفرض أنه هو أصلا لونه أبيض، لما تصطدم به الأشعة السينية راح تبدأ تحرق هذا الفيلم، أو راح تولد عليه لون أسود. فلو مرت الأشعة السينية بالكامل على الفيلم دون أكو أي حاجز يعترضها، الفيلم بالكامل راح يتم صبغة باللون الأسود. ولكن لو وضعنا أجسام لها كثافة عالية راح تحجب حزم هذه الأشعة، وبالتالي راح يظهر لنا على شكل هذا الجسم في الفيلم راح يظهر لنا لون أبيض أو مائل إلى البياض. طبعا نسبة كثافة الجسم تحدد نسبة اللون الأبيض مقارنة باللون الأسود. فلو عندنا مثال، طبعا لو وضعنا الرئة، الرئة في جسم الإنسان أغلبها تحتوي على أنسجة لكن أكثرها هواء، وبالتالي كثافتها راح تكون قليلة، فراح تظهر لنا الصورة أكثر باللون الأسود. ليش؟ لأن أكثر حزمة من الأكس راي أو أكثر حزمة من هذه الأشعة راح تقدر تمر خلال الرئة. لو أتينا للقلب، القلب عضو عضلي راح يقدر أو كثافة أعلى من الرئة، وبالتالي راح يقدر يحجب أكثر من الأكس راي أو من هذه حزمة الأشعة، وبالتالي راح يظهر لنا باللون مائل للبياض أكثر من الرئة لأنه حجب أكثر من هذه الأشعة. لكن لو أتينا على العظام، العظام ذات كثافة عالية جدا مقارنة بالرئة وبالقلب، راح نشوف أنه تحجب يعني شبه كامل الأكس راي أو الأشعة السينية، وبالتالي راح تظهر بلون أبيض ساطع. هذا ناتج أنه ما يقدر الأشعة أن تخترقها وتذهب حتى تحرق الفيلم خلفها، وبالتالي راح يظهر أو راح تظل باللون الأبيض. فهذه هي الفكرة العامة للأكس راي. فلو عندنا صورة الآن نظهرها، هذه الصورة تمثل لنا القفص الصدري وطبعا الرئة والقلب. راح تلاحظون أن الرئة باللون المائل سواد أكثر لأنه تحتوي على هواء وكثافتها غير، فبالتالي الحزمة الأشعة تقدر تخترقها، وبالتالي راح يظهر خلفها أو راح يظهر على الفيلم لون أسود لأن الأشعة قدرت تخترقها. لكن لو صار عندنا حالة مثل حالة النيمونيا ذات الرئة، وبالتالي تجمعت سوائل في الرئة، بالتالي زادت كثافة الرئة لأن صار عندنا التهاب، هذا راح يؤدي إلى أنه اللون راح يبدأ يميل للبياض أكثر لأنه صارت أصعب على حزمة الأشعة.